اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناه سيلكا بينكا. كما وعدناكم بالجديد راه ديما الجديد باذن الله ان شاء الله. بالنسبه للفلوق ديال اليوم ما عندي ما نصور لكم، انا بغيت نوصل الناس اللي كيتابعوا قناه سيلكا بينكا واللي كيتابعوا في سيلكا بينكا. الخوت كاينين شي دعايات كتلع عندي فلاشين، سمعتوني، انا ما جريت على حد، ما ضربت حد، ما ديت لشي واحد شي حاجه، ما والو. انا العالم باسري كيعرف سيلكا بينكا المعقول. شحال من واحد صيفط لي الفلوس، شحال من واحد بات لي شريت معاه، شحال من واحد جا عندي، ناس العيون، ناس اكادير، ناس فاس، ناس الناظور، الحمد لله السمعه عندي مزيانه. عمرني ما ديت 4 دريال. علاش؟ اول حاجه انا راجل متزوج، عندي وليدات، عندي وليدات، ما نتعداش على واحد صغر مني. يلاه بدا كيقول لك حاجه سيلكا بينكا عنده عصابه. اخوان انا نحكي لكم الحكايه كي دايره. هاد السيد اول مره كيجي للسوق، فهمتوا الاخوان؟ انا فاش كنبغي نصور ولو كنعرف البيعه وشرايه الباعه كلهم ديال الكلاب، كنعرفهم ديال القريعه بحكم انا ولد كازا ياك، وكنسكن حدا السوق، كنتشاور مع الناس. الاخ السلام عليكم. وعليكم السلام، معك سيلكا بينكا، واش مسموح نصور هاد الكليب؟ كيقول لي مسموح، كيقول لي يعطيني نقدر نصور الوجه ديالو. كاين اللي ما كيبغيش يصور الوجه ديالو، كنصور الكليب ياك اخوان، كما كتشاهدوا معنا كليب عبدو العمر، القد والقدر، الوريقات، المسائل الى اخره، باش انا نطفل ونحيد لواحد كاميرا الاخوان، وباش انا نحرش عليه عباد الله. هادشي راه لا يعقل. هاد السيد هذا راه تعدى عليا انا، تعدى على ايوب، فهمتوا؟ كيكثر ميساجات خايبين، كيعايروا، كيسبوا. انا راه ماشي من طبعي، انا مربي وراجل، انا عندي 48 عام، ما عنديش انا مع التبرهيش، باش واحد صغر مني ندي له التليفون ولا عندي له كاميرا. هادشي راه ما كاينش الاخوان، هو راه وحل مع الباعه. علاش؟ كيجي كيبدا يصور بدون اذن، هالاولى. ثاني حاجه كيصور الوجه ديال عباد الله، كاين اللي ما بغاش يقول انا في السوق، كاين اللي ما كيقولش انا ما كنبيعش ونشري في السوق، كاين بزاف ديال الحويجات، فهمتوا؟ كاين هذاك السوق القريعه ديال الدار البيضاء مغموق بزاف، فيه ناس معقول ما كيديوش لعباد الله فلوسهم، كتبيع وتشري معاه ياك الاخوان، كتبيع وتشري معاه البيازا هي قدامك. بزاف ديال الناس كيقول لك حكا وقع لي نصب واحتيال في سوق القريعه، هاد الهضره راه ما كايناش الاخوان. انا ما عندي حتى دخل في هاد الشيء، راه ما مسيتوش، ما قصتوش، ما مسيتوش. هاد السيد بغى يطلع البوز على يدي انا، بان لي سيلكا بينكا، انا راه مولا وليدات، ولدي الله يرضي عليك، انا راه ما قربت لك، ما مسيتك ما والو، راك انت وحلتي مع باعه الكلاب في سوق القرعه بالدار البيضاء. الا اليا بانو دغوا، ما عندكش حق باش تصور عباد الله بدون الاذن ديالهم الاخوان. راه اي واحد سولوه فاش كيبغي يصور كناخذوا الاذن مع صاحب الكلب، فهمتوا الاخوان؟ خويا الله يجازيك بخير، الله يحفظك، واش مسموح نصور؟ كيقول لك ايه انا براسي، انا براسي، انا اقسم بالله ياك انا براسي، والسوق تما كنبيع ونشري، والله ما كاين بعض الباعه ممنوع تصور عنده. هو مشى صور بعض الباعه، فهمتوا؟ وديجا كانوا لاحوا شي فيديو، بقاو محلفين عليه، وما داوش ليه ديالو، قالوا غير ما تصورش، قالوا ما تصورش، ما عندكش حق تصور، فهمتي؟ انا بعد خطره ايوب او قناه العصر كيكون مصور شي بياسه وكنبغي نصورها، كيقول لي لا راه صورها قناه العصر او صورها ايوب، فهمتوا؟ ولا انا كنكون مصور كيكون مصور سيلكا بينكا، كيقول لي الاخر لا. اخوان اقسم بربي الكعبه، ثم اقسم بربي الكعبه، انا ما عندي حتى دخل في هذا الشيء. وهذا السيد راه ما تعديتش عليه، هذا السيد بغى يرمي الباطل عليا انا، بغى يرمي الباطل عليا وطفل عليا، وكيعايرني في لي كومونتير. راه شوفوا، دخلوا بعينيكم شوفوا لي كومونتير كي دايرين. انا راه ماشي بطبعي نتعدى، انا كنمشي ترزق الله على وليداتي، فهمتوا الاخوان؟ كنمشي ترزق الله على وليداتي، وانا الناس كيعرفوني بزاف، ناس فاس، ناس مكناس، تطوان، اي مدينه، اي مدينه صيفطنا لهم كليبات، صيفطوا لنا الفلوس، صيفطنا لهم كليبات. كاين الناس عاوتاني في اوروبا كنتعاملوا معاهم، شحال من واحد صيفط لي فرنسا، بلجيكا، هولندا، طاليان، كاين الطويرات عاوتاني. ولهذا الاخوان انا رمى السيد، رمى الباطل عليا وتكرفس عليا، اقسم بربي الاعلى الاخوان، هاد السيد راه ما عندي تدخل، انا ما عندي تدخل. هاد السيد كيصور بدون اذن، هذا هو الديفول اللي دار. بغى يجي يصور الف مرحبا، ولكن يطلب الاذن مع اصحاب الكلاب، الناس اللي كيبيعوا الكلاب. خويا ما فيها حتى حاجه، خويا السلام عليكم، صباح الخير، مسموح نصور البياسه؟ تفضل اسيدي. اي يقول لك واش تصورها ولا ما تصورهاش؟
عفوا واش تصورني ولا ما تصورنيش، انتوما كتشوفوا الخدمه ديالي كي دايره، راه ماشي الناس مقادين بحال بحال. ولهذا السيد راه اقسم بالله اخوان راه تعدى عليا، دعيت الله ياخذ فيه الحق، او بغى يطلع البوز عليا انا ومحرض بعض الدراري، عاد الدراري لي بي بي هما اللي كيشبعوا معايا وهذا الشيء. انا راه في هذا المنبر كنقول لكم الاخوان اقسم بالله العلي العظيم انا ما عندي حتى دخل في هذا الشيء، وما عندي حتى شي عصابه. واش انا عندي عصابه غنمشي نهز التليفون نصور انا؟ راه لا يعقل. عندي عصابه انا واش انا مايكل بولتون انا غندير نتعدى على عيب الله؟ ماشي من طبعي وما تربيتش على هذا الشيء. انا والديا مربيني على الحالات وكنقلب على طرف الحالات، والناس اللي تعاملوا معايا راه كيعرفوني. هاد السيد راه زاد ما نكذبش عليك، انا عصبني فهمتوا الاخوان، لانني ما درت له والو وكيبكي وانا داروا لي واش درنا لك اخويا؟ شكون اللي مسك؟ شكون اللي قرب لك؟ شكون اللي حاداك؟ جاو عندك الناس قال لك ما تصورش، طلب الاذن، ما فيه حتى حاجه، اسيدي طلب الاذن، ما فيه حتى حاجه. راه اللي جا، جاو الناس ديال تطوان صوروا عندنا، جاو الناس ديال الخليفه صوروا عندنا، اي مدينه اللي جا الف مرحبا به، الف مليون مرحبا. انا نقول لكم لي مود باس، مود باس هو غطلب الاذن، فهمتوا الاخوان؟ وقعت مشاكل بزاف ديال الناس تصوروا في وجههم ما بغاش يتصوروا، عندهم مشاكل الله اعلم. المهم ما عندكش يكون عنده ولا ما يكونش عنده الاخوان. بغيت نصور انا جي، انا شوف انا مولع بالكلاب نصور الكلاب، انا مولع بالطيور نصور الطيور، انا مولع بطائر الحسون نصور طائر الحسون. كتشوفوا نتوما الفيديوهات ديالي بان الناس بزاف بزاف الاخوان، اقسم بربي الاعلى الى الناس بزاف كيعرفوني كيحترموني كنحترم وكنبادر بالاحترام، ومن هذا المنبر كنقدم لهم ديديكاس تحيه كبيره كاع الناس اللي كيتعاملوا معايا. كنطلب الاذن، كنطلب الاذن اقسم بالله العظيم. بعد خطره ما كيبغيش يعطيك تصور ما كنصورش، ما عنديش مشكل، فهمتوا الاخوان؟ ومن هذا المنبر كنطلب الناس محبين قلسين كابين كاع تعاونوا معنا وتساعدوا معنا، بان هاد الناس حطوا عنا الباطل، راه ما تعديت على حتى شي واحد اخوان، والله ما تعديت على شي واحد. هاد السيد اللي وقع ليه هو كيما قلت لكم الاخوان، جا بدا يصور، واحد هز كاميرا، واحد هز تليفون، واحد هز، فهمتي؟ هما ثلاثه ولا مع ربعه فهمتوا الاخوان، وبداو كيصوروا. راه اللي ليا بانو هو تصور بنادم، فهمتي؟ حنا عندنا لوتوريزاسيون لا والو، قناه فهمتي خير منهم ولا خير منا، حنا كنصوروا كنتعاونوا فهمتوا الاخوان، كنتعاونوا كنشدوا الباعه كنحطوا الكلاب ديالكم كنحطوا الرقم، نتوما راه كتعرفوا العمليه كي دايره. وقولوا لي الاخوان الله يجازيكم بخير، الله يفتح عليكم، هاد الناس راه عصبونا وحق الله. قولوا لي شنو انا درت؟ هاد الناس اللي كيديروا لي هاد الحاله شنو درت؟ شنو ذنبي انا اللي كتعاير فيا انايا؟ سب لي في والديا وتسب لي، اش قرب لك لوالديا انا؟ ها؟ واش بغيت تضرب البوز على ظهري انا؟ راه ما يمكنش، خدم عليها على الجدار واستحقها، خلي الناس تحبك، ها كون صادق وخدم، خدم وشوف الرياح الناس يديك، ما يمكنش، راه ما يمكنش يا اخي، يا اخي الكريم، يا اخي الكريم، راه لا يعقل باش تدير البوز على عباد الله. سبيتي السيد كتعيطونا في التليفون كتشبعوا فينا معيور، حرام عليكم، والله الا حرام، والله الا حرام، حرام، والله اقسم بالله، هذا ماشي بطبعي انا، ماشي بطبعي، كانت عندنا مشاكل بيناتنا الدراري ولكن الحمد لله ما كاين حتى شي حاجه، فهمتوا؟ هذاك الشيء سوء تفاهم ديال السوق وبس، ولكن باش تصور الناس والناس ما بغاش يتصوروا، راه لا يعقل. واش تي الله جيتي على البارح، يلا جيتي البارح جيتي السبت حقا باغي بالك سوق قريعه باغي تضرب البوز من تما، كاين النصب والاحتياسين كابينكا او ايوب او العصر، راه حشومة عليك، الناس راه خدامين على وليداتهم، فهمني اسيدي الله يجازيك بخير، راه ما كاينش اللي قرب لك، اللي قرب لك انا ما عنديش عصابه، عصابه انا بدك كنكريتي، ها؟ انا ما كنكريتيش، وعلى سبيل راه اللي فان ديال سين كابينكا راه كيعرفوني، راه تعاملت معاهم، راه صيفطت لهم كليبات، وصيفطوا الفلوس، الناس صيفطوا الملايين، اقسم بربي الاعباء، عفوا، اقسم بربي الاعلى الاخوان، الى الناس صيفطوا لنا الملايين، وصيفطنا لهم كلاب، مع اخ محمد، مع الاخ درويش، وها درويش سولوه، هو خدام مع الان، ها، كاين الناس عبد الرزاق حتى هو، راه هو سولوه، كاين الدراري بزاف لداخل سوق العيون، كيصيفطوا لي الفلوس نوريكم الوثائق، والله ما نكذب عليك، الا عندي قدوك ديال الوراق، كيصيفطوا الفلوس كندير لهم ديالهم، كنمشي للمحطه كنصيفط لهم البياسات ديالهم. ولهذا اخي، اخي الفاضل، اخي الكريم، الله يجازيك بخير، الا عندك شي والدين حسم عليهم، حنا راه مربين ولاد عائله، ما كتكرفوش على عباد الله. بغيتي تجي تصور جي صور، ولكن طلب الاذن، انا ما نقرب لك من بسك ولا ما مسيتكش، فهمتي ولا لا؟ باش دير هكا باش الناس تتبكي
في لي راسي او تبكي وتقول انا حق اخويا راه تعدوا عليا باش ما عرفتش كيفاش نوصف لكم الاخوان والله يعني باش تحنوا معاه ابوني وديزابون. شوف راه نصرك الله سبحانه وتعالى لا غالب لك اكون على يقين الا حبك الله لو خط حرس العالم باسره راه ما مكساش في هذا الشيء كاع اشنو غتخلع عليا انا راه كاين الله سبحانه وتعالى ولكن ما تكونش ظالم حتى يلا قلتي بسم الله وما عرفتي الوقت باش تلاقينا انا راه ما مسيتك ما قربت لك راه لقيتي مع باعه سوق القريعه فهمني لانك انت ما طلبتيش الاذن كتصحاب راسك داخل الكوري ولا بحيره راه كل يب وعنده مواليه فهمتي السوق عندها حرمه ديالها ما في حتى حاجه نطلب الاذن الاخوان محبي قناه سينكابيل كاع سمحوا لنا الا دفعت عليكم راه كما كتشوفوا هاد السيد راه تكرفص عليا هما راه اربعه القنوات تكرفصوا عليا ما نجبش لا داعي للاسامي راه هما يعقوا راسهم اقسم بربي الكعبه ثم اقسم بربي الكعبه اللي ما عنديش علاقه في هاد الشيء الاخوان الله يطيرني على ولادي هاد السيد راه جا كيصور بدون اذن فهمتي راه بيني وبينك انت واقف جاي كيصورك واحد تتشوف راسك في اليوتيوب بدون اذن ديالك شنو رد الفعل ديالك اخويا الله يرحم لك الوالدين ولكن اذا كنت انت بغيتي تصور بغيتي تصور انت كتكون عادي كتشوف راسك ايه انا كنتصور هذا هو اللي كاين الاخوان هذا هو المشكل هذا هو السبب انا عمري ما ضربت الله في راسي باش نهضر معاكم بدون حاجه ولكن راه هو اللي هذا لان السيد تعدى عليا بزاف وحرق لي الدم ديالي ما نكذبش كون درت شي حاجه ما يبقاش فيها حاجه ولكن هاد السيد راه ما عنده حتى شي مشكل هاد السيد بغى يطلع البوز على قنوات اخرى على سوق القريعه بحال واحد كيقول لك مشاو لي الكلام من سوق القريعه داو لي رزقي من سوق القريعه حق دكوني سوق القريعه سينكابيل قاعد عنده عصابه حتى فين هاد العصابه حتى فين هاد العصابه راه حنا مطالبين والشريف حنا كنقلبوا على طريف الخبز كنقلبوا على طريف الخبز بالحلال علاش حيت الحاج حمو ولا الحاج السعديه ربونا بالحلال وبغينا نكبروا حنا بالحلال والله يهديك الله يهديك كل راجل واحفر على دراعك وجيبها كما جبناها حنايا فهمتي ولا لا اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سمحوا لنا الله يجازيكم بخير الله يفتح عليكم لان الناس ظلمونا فهمتوا هاد الناس ظلمونا وانا ما انا ماشي بطبيعي كنتعدى على عباد الله وقلتوا ما تعاملتوا معايا راه اي واحد تعامل معايا ياك الاخوان اقسم بالله العلي العظيم اما بطبيعي هذا وما بدمي هذا وسمحوا لنا الاخوان والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.